يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكي، تفضلي. في مجال أسألك سؤال عن مادة الامتحان؟ تفضلي. الكويز راح يكون اليوم ان شاء الله بين الساعة 9 و 9 ونص المساء، وراح يكون ان شاء الله 5 دقائق، مدته 5 أسئلة، والموضوع اللي هو البارنترال بريباريشنز، كل التشابتر اللي هو تبع البارنترالز. تفضلي اسألي. دكتور هلا بالنسبة للسولفنت لما يكون أكواس في الووتر فور انجكشن ليش لازم يكون نوع ايزوتينيك؟ لازم يكون ايزوتونيك. ومحطوط ليش لازم يكون ايزوتونيك؟ لا هو محطوط نوت ايزوتينيك. الووتر فور انجكشن بتكون نوت ايزوتونيك. ليش؟ لانه ما عليها اي ادد سبستانسز، بس مي، وبالتالي اكيد راح تكون هايبوتونيك، يعني مش ايزوتونيك. فلذلك لانه ما فيها بس سبستنس عشان هيك بس يعني بالضبط، هلا احنا ما بنعطي للمريض ووتر فور انجكشن، ما بصير. احنا من يعني بنحل فيه المادة هاي. بالضبط، احنا هذا مش بنحل فيه بس الماده، لان هي حتى الووتر فور انجكشن يو اس بي اتس نوت ستيريل، غير معقمه. يعني هذا النوع من المي معمول بحيث انه يضاف الى الفورميليشن، لان الفورميليشن بده يتاخذ بعين الاعتبار انها تكون ايزوتونيك بعد ما تنضاف الى هاي المي، وبعدين ينعمل ستيرلايزيشن للفاينل برودكت. اوكي تمام. طب خليني اسالك سؤال، اوكي هلا الستيريل ووتر فور انجكشن نقدر نستعملها للمريض، نحقن فيها مريض مباشره؟ ستيريل ووتر فور انجكشن ما بنقدر نستعملها مباشره، لانها هايبوتونيك. هايبوتونيك ما بصير نستعملها، لكن الصوديوم كلورايد انجكشن لو اما النورمال سلاين بصير نورمال سلاين بصير. بالضبط، اكيد. نعم، اوكي كان هيك الاي في فلويد، يعني الكثير يعني بنشوفه بالمستشفيات، اللي هو النورمال سلاين تو ريبلينش فلويد، يعني اللي بصير عنده نقص بالسوائل او بدنا نرفع حجم الفوليوم اوف بلاد عنده، نعطيه نورمال سلاين، ما بنعطيه ستيريل ووتر فور انجكشن، لانه هايبوتونيك تعمل له مشاكل خطيره. بينما بنعطيه النورمال سلاين لانه ايزوتونيك، وخاصة انترافينوس، يعني الحجم كبير راح ينعطى من السائل هذا، علشان نحافظ على وظائف الجسم من دون ما نغير التونسيتي. تغيير التونسيتي على الجسم بيعمل في له يعني كونسيكونسز معينة، يعني إذا كان سواء كان هايبوتونيك أو هايبرتونيك بيأثر على الار بي سيز، بيأثر على البادي سيلز، خلايا الجسم، فلازم يكون إذا ايزوتونيك. اوكي تسلم دكتور. اوكي طيب، بدنا نكمل مكان ما توقفنا المرة الماضية. دكتور بعجبنك تفضل. بخصوص المنصة، أنا مش شغال عندي منصة، وتواصلت مع الصيانة والتعليم الإلكتروني بيحكوا المنصة مش مفعلة. المنصة مش مفعلة إلك يعني تحديدا أنت؟ ما بعرف، بيحكي المنصة كاملة مش مفعلة. لا، المنصة مفعلة، وزملائك وإحنا كنا بندخل عن طريق المنصة. منصة الاختبارات جاهزة كمان، وتقدروا تدخلوا عليها يعني بأي وقت. ادخلوا تأكدوا انكم الباسورد واليوزر نيم تبعكم صحيح، ادخلوا من الآن. أنا جربت امبارح دكتور عادي انا دخلت. نزلت لكم الكويز اليوم يعني، بس ما راح تقدروا تدخلوا عليه إلا بعد يعني إلا الساعة 9 يعني. إيش اسمك أنت بالله؟ أحمد عبد الله. مين اللي حكى إنه مش قادر يدخل على المنصة؟ طيب صوتك مش واضح يا أحمد، بيقطع. أحمد الصوت عندك مش واضح. على كل حال، المنصة شغالة سواء كان منصة الاختبارات أو منصة المحاضرات، المنصتين شغالات، فإن شاء الله يعني إذا حدا عنده أي إشيوز يعني يحلها بأسرع وقت ممكن. طيب بس أعطوني
طيب بدنا نرجع نكمل مكان ما وقفنا المرة الماضية. احنا كنا نحكي إذا المرة الماضية عن سرعة التفاعلات الكيميائية وعلاقتها بالإكسبايري ديت للمنتجات الصيدلانية، وحكينا إنه الإكسبايري ديت للمنتج الصيدلاني يعني أكثر شيء بنهتم بالكيميكال ديجريديشن اللي ممكن تصير للأكتيف إنجريدينت خلال الستورج، وبالتالي التركيز المادة الفعالة بقل مع الوقت، والنقصان هذا بس يوصل لدرجة معينة نعتبر انه الدواء صار اكسبيرد. انا حكيت المره الماضيه انه في طرق يعني او في اسباب ثانيه بتخلي الدواء يصير اكسبيرد، اللي هي الفيزيكال انستابيليتي، اذا كان بنحكي عن سسبنشن ممكن with time it might settle يترسب، او اذا بنحكي عن ايمولشن ممكن يصير فيه فيز سيبريشن. هاي الفيزيكال انستابيليتي برضه ممكن يعني عده اسباب تتاخذ بعين الاعتبار حتى نحدد الاكسبيرد، لكن احنا فقط راح نركز الان على جزئيه الكيميكال ديجريديشن اللي بتؤدي الى الاكسبيريشن اوف ذا برودكت. وبالتالي الـ rate of the reaction سرعة التفاعل حكينا إنها ممكن تكون zero order, first order, second order إلى آخره. راح نحكي إحنا عن zero والfirst والsecond الآن إن شاء الله تعالى. فنبدأ أول إشي بالzero order reaction. الآن zero order reactions برجع بأكد مرة ثانية على النقطة اللي حكيتها المرة الماضية، إنه احنا الان نطلع من ناحيه رياضيات ماثماتكس ايش بصير بالنسبه لهي التفاعلات الكيميائيه، كيف بتغير التركيز بالنسبه للوقت من ناحيه رياضيات. كيميكال رياكشن شو بصير بالضبط يعني ما بهمنا احنا هون، فقط نطلع على الماثماتكس. فعندنا اذا رياكتنت معين ايه بطريقه معينه بتحول الى برودكت بي، بصير له ديجريديشن وبتحلل، ممكن يكون هيدروليسيس، ممكن يكون اوكسيديشن، whatever. احنا بهمنا انه تركيز ايه عماله بيتناقص مع الوقت. الان حكينا المره الماضيه انه الريت تساوي ماينس دي اي باي دي تي وتساوي كي زيرو. الريت يعني هون احنا بنقدر نكتب الريت تساوي سرعه التفاعل تساوي ماينس دي اي باي دي تي ويساوي كي زيرو، زيرو اوردر ريت كونستانت. طيب دكتور صار لايش دي؟ عفوا دي اختصر لايش؟ دي هاي دي هاي التغير، التغير بتركيز ايه، ودي تي هون التغير بتركيز او سوري التغير بالزمن، التغير بتركيز ايه بالنسبه للتغير بالزمن، فهي سرعه. اوكي فاذا الريت يساوي ماينس دي ايه by dt، then small letter d إذا بتذكروا بالرياضيات إذا كان التغير دقيق أو على مستوى صغير dt by dA by dt تساوي تقريبا دلتا A على دلتا T تغير بالزمن، وهذا يساوي التركيز الثاني ناقص التركيز الأول تقسيم الزمن الثاني على الزمن الأول. تمام؟ فإذا الدي اي هاي المقصود فيها نوعا ما دلتا اي تغير فيها، واللي هي تساوي التركيز عند النقطة 2 ناقص التركيز عند النقطة 1. ونفس الشيء الدي تي المقصود فيها دلتا تي واللي هي عبارة عن الزمن الثاني ناقص الزمن الأول. إذا الريت وضحت الصورة؟ دكتور الريت تساوي ماينس دي اي باي دي تي واللي هي تساوي كي زيرو. الآن السؤال أنا بسألكم إياه، ليش هون في عنا إشارة ماينس؟ ليش دائما هون الريت تساوي ماينس دي اي باي دي تي؟ لأن التركيز بيقل دكتور. بالضبط، التركيز بقل مع الوقت، احنا نبدأ بتركيز مرتفع لكن مع الوقت التركيز بقل، فإذا أخذت نقطتين النقطة الثانية رح يكون التركيز عندها أقل، فلما أجي أطلع هنا A2 minus A1 رح تكون هاي سالب نيجاتيف، الزمن رح يكون أكيد موجب، فإذا هنا سالب على موجب رح يطلع سالب، فلذلك الريت لازم تكون دائما إشارتها موجبة فيما يتعلق بسرعة التفاعلات الكيميائية، ما بصير سرعة التفاعل تكون بالسالب، سرعة التفاعل بدها تكون بالموجب.
وبالتالي بنحط اشاره ماينس هون عشان نلغي السالب اللي راح يطلع من دي اي باي دي تي، فبتطلع الريت موجبه، كي زيرو بتطلع موجبه. تمام. اذا احنا هاي المعادله هي معادله تفاضليه، نقدر نعيد ترتيبها بحيث انها تصير بهذا الشكل، دي اي تساوي ماينس كي زيرو في دي تي. بنعمل انتجريشن للطرفين من الانيشال كونسنتريشن اي زيرو الى الكونسنتريشن ات تايم تي، ومن التايم زيرو الى تايم تي. الان دكتور نعم ممكن نعيد شغله الماينس. هلا الاي 2 ناقص اي 1، الاي 2 حتكون اكثر من الاي 1 صح؟ الاي 2 اقل، الاي 2 اقل ليه؟ لان التركيز يتناقص، يعني اقل. بدها تكون بدل سوري انا 90 بقلل التركيز. بتصير 90، ف90 ناقص 100 ناقص 10 بتطلع. اوكي اوكي ماشي. اذا الانتجريشن هون عندنا للطرفين بالاخير، يعني ما بهمني انا انكم تعرفوا كيف صار الانتجريشن، بهمني المعادله النهائيه. الكونسنتريشن ات اني تايم تي ماينس الانيشال كونسنتريشن يساوي ماينس كي زيرو في تي، ومنعيد ترتيب هاي المعادله، بتطلع عندي الكونسنتريشن ات اني تايم تي يساوي اي زيرو ماينس كي زيرو في تي. فاذا هاي اللي هي العلاقه الرياضيه اللي بتهمني انا اكثر شيء فيما يتعلق بالزيرو اوردر رياكشنز. كونسنتريشن ات اني تايم تي يساوي اي زيرو ماينس كي زيرو في تي. الآن لو جيت أنا يعني عملت تجربة، ورايحين تعملوها أنتوا هاي التجربة بالمختبر، بناخذ الدواء وبنصير كل فترة زمنية محددة ناخذ عينة من الدواء ونقيس التركيز. مثلا فلنفترض التجربة رايحين تعملوها أنتوا كل 5 دقائق بناخذ عينة، لأن التفاعل سريع، فكل 5 دقائق باخذ عينة وبقيس التركيز على 5 دقائق، 10 دقائق، 15، 20، 25، 30، وبشوف التركيز كيف بتغير مع الوقت. الآن إذا كان زيرو أوردر، التركيز مع الوقت راح يتناقص بشكل خطي، لينير ديكلاين، لينير ديكلاين يعني تناقص خطي للتركيز مع الوقت. ممكن نبدأ هنا بتركيز 100 يصير 90، بعدين 80، 70، 60، 50، كل فترة من الزمن بينزل التركيز بشكل خطي. الآن إذا رسمت العلاقة هاي، إذا أول شيء لازم تطلع العلاقة خطية حتى أحكي إنها زيرو أوردر ما بين الكونسنتريشن والتايم. بعدين لو جيت أخذت نقطتين مثلا، فليكن هاي النقطة وهاي النقطة، لأن هاي النقطة راح تكون هي عبارة عن T1 A1 الزمن الأول مع التركيز الأول، وهاي النقطة راح تكون الزمن الثاني مع التركيز الثاني. فبقدر اطلع السلوب ميلان الخط اللي هو بطرح النقطتين هذول من بعض، A2 minus A1 على T2 minus T1، بيطلع عندي اللي هو السلوب. والسلوب اللي هو عبارة عن dA by dt، إذا أخذت minus لهذا السلوب بيطلع اللي هو K0، يعني هاي العلاقة هون عم بدي أكتب هيك يساوي minus السلوب minus ميلان الخط. هذا الخط لما بيكون مايل بهذا الاتجاه هذا بيكون إشارته سالب، فليش بحط الماينس هون؟ عشان تطلع كي زيرو موجبة. فإذا كي زيرو بتطلع موجبة والريت تطلع موجبة. يونتس اوف كي زيرو، الوحدات لكي زيرو هي نفس وحدات الريت، سرعة التفاعل، نفس وحدات سرعة التفاعل. سرعة التفاعل وحداتها هي وحدة concentration divided by time، هنا مثلا مول بير لتر في سكند، قد يكون ملي جرام بير لتر في سكند أو مول بير لتر في اور، المهم وحدة تركيز تقسيم وحدة زمن. الهاف لايف اوف ذا رياكشن، زمن النصف، ايش تعريفه؟ هو ذا تايم ريكوايرد فور وان هاف اوف ذا ماتيريال تو ديس ابير، الزمن اللازم حتى يختفي 50% من الانيشال كونسنتريشن، او الزمن اللازم حتى يتبقى 50% من الانيشال كونسنتريشن. إذا جينا عوضنا بهاي المعادلة بدل AT نص A0، نص A0 تساوي A0 minus K0 في half life، لأن نحكي عن زمن النصف، منعيد ترتيب المعادلة بيطلع عندي الهاف لايف يساوي نص A0 على K0. فإذا أنا إذا بديت ب100، كم الزمن اللازم حتى يصير التركيز 50 وحدة؟
بقدر أحسبها من هاي العلاقة. طيب إذا الهاف لايف متعلق بالـ A0، إذا عندي هنا example بسيط، لو كان في عندي تفاعل يعني بيتبع zero order reactions وكان الـ K0 فيه الـ rate constant، zero rate constant يساوي 8.2 من 10 في 10 إلى ناقص 4 مول per liter في hour، والـ A0 يساوي 0.47 مول per liter، يعني بدأنا بـ initial concentration بهذا المقدار. فإذا الـ half-life بقدر أحسبها أنا من هاي المعادلة، الـ half-life يساوي نص ضرب الـ initial concentration اللي هو عندي هون على الـ K0 اللي هو عندي هون، بيطلع عندي الجواب 2.9 في 10 قوة 2 hour، يعني 290 ساعة. الآن اللي بدي إياكم تعملوه إنكم أنتم ترجعوا تعملوا هاي الحسابات على الآلة الحاسبة، بدي إياكم تعودوا على استعمال الآلة الحاسبة بهاي الأرقام وتشوفوا شو بيطلع معاكم كرقم نهائي. كمان بدي إياكم تنتبهوا إنه هون الوحدات مهمة كثير، إنه يكون وحدة الـ A0 منسجمة مع وحدة الـ K0، يعني هون شوف وحدة الـ K0 مول بير لتر أور، وهنا وحدة الـ A0 مول بير لتر، فإذا منسجمات مع بعض. إذا كانت التركيز مثلا وحدته جرام أو ميلي جرام بير لتر، الآن هون بدنا نصير نعمل يعني خلينا نحكي يعني إعادة صياغة للوحدات حتى تصير منسجمة مع بعضها البعض، بحيث إنها تنلغي. يعني هون الـ A0 وحدات الـ A0 بتنلغي مع جزء من وحدات الـ K0، بضل عندي الأور تطلع من المقام إلى البسط، وبتصير وحدة التايم الـ half-life هي وحدة أور. حد عنده سؤال؟ اوكي. الان نحكي عن apparent zero order، apparent zero order kinetics. المره الماضيه حكينا عن السودو فيرست اوردر، كيف بيكون عندنا سكند اوردر بظروف معينه بتصير عندي الكونديشنز كانها سودو او apparently it is a first order او apparently zero order. المرة الماضية حكينا عن second order صار first order، و third order صار first order، فمنسميهم pseudo first order لأنه هو أصلاً مش first order ولكن بظروف معينة صار first order. الآن نشوف example إنه دواء بيتحلل بطريقة ال first order rate أو first order kinetics، الآن بظروف معينة رح يصير هذا الدواء وكأنه zero order التحلل تبعه، وكأنه zero order apparent zero order kinetics أو pseudo zero order kinetics. كيف بنحقق هاي الشغلة؟ إنه إذا كان أنا خليت الدواء على شكل suspension، الآن إذا حضرت الدواء على شكل suspension التركيز جوا السوليوشن المحيط بالبارتيكلز رح يكون دائما ثابت. ليه؟ لأنه أي كمية من الدواء بصير لها degradation رح يذوب مقابلها كمية من الريزرفوار من هذا الاحتياط من البارتيكلز اللي موجودة وغير ذائبة، بذوب مباشرة وبيعبي الفراغ اللي صار بالتركيز، وبالتالي بيظل التركيز دائما بالمحلول ثابت. رح نحكي أكثر كمان شوي، نشوف أول شيء شو المقصود بالفيرست أوردر. لما نحكي عن تفاعل بهالشكل من A انتقل إلى P، لكن الريت تساوي K ضرب تركيز A، هذا فيرست أوردر. لكن إذا أنا بطريقة معينة خليت تركيز A هون يساوي constant، بكون حولت الريت إلى zero order. كيف بخلي التركيز هون ثابت؟ أي كمية من الدواء بصير لها تفاعل مباشرة بتتعوض بكمية fresh من الريزرفوار أو من الريزيرف الاحتياط اللي موجود عندي من البارتيكلز، وبالتالي تركيز الاكتيف انجريدينت بضله دائما ثابت. طيب اذا كان كي كونستانت و اي كونستانت ثابت، اتفقنا على هذا الشيء، فبصير عندي الريت وكانه كي زيرو، لانه كي ثابته و اي ثابته، وبالتالي بصير عندي الريت يساوي كي في اي وهو كونستانت، كي كونستانت و اي كونستانت، فصار apparently zero order. كيف بنحقق هذا الشرط؟ بنحضر suspension مرة ثانية. suspension هذا من المادة الفعالة، كل ما تحلل جزء من المادة الموجودة بالمحلول، اللي بتحلل فقط اللي ذائب، اللي غير ذائب هذا ما بيتحلل،
فكل ما تحلل جزء من المادة الذائبة بالمحلول بذوب مقابلها جزء من الحبيبات أو البارتيكلز من هذا الدواء وبتعوضها، فبضل التركيز ثابت وهو يساوي السوليبيليتي بهذه الحالة. طيب خلينا هون نتعرف على تعبير اللي هو T 90% time required to decompose 10% or to remain 90% of initial concentration. طيب مرة ثانية، إذا T 90% زي كيف عرفنا الـ half life، T 50% أو T half والزمن اللي لازم حتى يتبقى 50% من الـ initial concentration. T 90% هو الزمن اللي لازم حتى يبقى 90% من الـ initial concentration. إذا جينا على معادلة الـ zero order اللي أخذناها قبل شوي وعوضنا مكان الـ A0 بـ 0.9 A0، نقدر إنه إحنا نطلع العلاقة مباشرة. يعني خليني أوضح لكم إياها أكثر. يعني إذا كان عندي أنا المعادلة اللي أخذناها للـ zero order، A concentration at any time يساوي A0 minus K0 في T. طيب إذا بدي أطلع T 90% هو الزمن اللازم حتى يبقى 90% من الـ initial concentration، فإذا بعوض بدل A بـ 0.9 A0 يساوي A0 minus K0 في T، هون صار عندي 90%. الآن يعني هاي المعادلة عندي هون 0.9 A0، هون عندي A0، يعني بعيد ترتيبهم مع بعض بضل 0.1 A0، وباخذ ال 90 T 90%، بيطلع عندي T 90% تساوي 0.1 في A0 على K0. هاي فقط للتسهيل، يعني أنا بطلع هاي العلاقة للتسهيل. طيب الآن الإكزامبل اللي عندي هون هو إكزامبل على الأسبرين. الأسبرين بتعرفوه، الأسبرين المفروض أسيتايل ساليسيليك أسيد اللي هو الاسم الكيميائي له. أسيتايل ساليسيليك أسيد عبارة عن إستر، هذا الإستر بصير له هيدروليسيس بالماء بشكل سريع، وهذا الهيدروليسيس بينتج عنه ساليسيليك أسيد وأسيتيك أسيد. الآن الأسبرين نادر ما تلاقيه أو ما بتلاقيه بالصيدليات على شكل سوليوشن، يعني الأسبرين متوفر على شكل حبوب أو حبوب فوارة، لأنه هو طبعا على شكل سوليوشن بيتحلل بسرعة كبيرة وصعب يعني أنه يكون ستيبل. والسبب الثاني أنه أصلا ما في داعي يكون موجود على شكل سوليوشن، لأنه لا يستعمل للأطفال تحت سن 12 سنة، خاصة إذا معهم فيفر، أو هم الأطفال اللي معهم فيفر إذا انعطوا أسبرين ممكن يصير في سيندروم بنسميه ريس سيندروم خطير، وبالتالي لا يعطى للأطفال. لكن برضو في سبب ثاني، يعني خلينا نحكي بخليه أنستيبل إن سوليوشن، ولذلك يعني الأسبرين متوفر على شكل تابلتس وعلى شكل إيفيرفيسنت تابلتس حبوب فوارة. الأسبرين تابلتس، يعني بس ملاحظة هون إنه الأسبرين بصير له هيدروليسيس حتى على شكل تابلتس. إذا حدا يعني بشوف علبة الأسبرين، إذا حدا بداوم صيدلية أو عنده بالبيت، مرات الأسبرين بيتعبى بعبوات، كل عبوة بيكون فيها 100 حبة. الآن هاي العبوات إذا فتحت العلبة هيك وشميت ريحتها، بتلاقي في ريحة مميزة، هي ريحة الأسيتيك أسيد الناتج عن التفاعل. الأسيتيك أسيد اللي هو الخل، ريحة زي ريحة الخل بتكون مميزة للأسبرين نتيجة للديجريديشن. الأسبرين بيطلع اللي هو الأسيتيك أسيد، خاصة إذا العلبة قديمة عندك بالبيت وفتحتها هيك بتحس إنه في ريحة اللي هي ريحة الأسيتيك أسيد. طيب إذا الآن الإكزامبل كالتالي، عندنا أسبرين، الأسبرين بيتبع first order decomposition بصير hydrolysis و it follows a first order decomposition. الريت كونستانت K 4.5×10^6 second inverse أو 1 على second، هيك الوحدات تبعت ال K لل first order kinetics. الآن إذا حضرنا suspension بتركيز 6.5 جرام لكل 100 ml، واحنا عارفين انه ذائبيه الاسبرين سوليبيتي اوف اسبرين 0.33 جرام بير 100 ml، تمام؟ اذا الذائبيه هي التركيز ات ساتوريشن ات جيفن تمبرتشر، ف 0.33 جرام بير 100 ml. حضرت انا سسبنشن 20 ضعف السوليبيليتي اللي هو 6.5 جرام بير 100 ml. فاذا اي كميه من الاسبرين ذائبه بصير لها هيدروليسيس تحلل مباشرة من البارتيكلز الغير ذائبة، راح
يذوب كمية مماثلة، وبالتالي بظل التركيز دائما بالجزء المحلول من هذا السسبنشن 0.33 جرام بير 100 ميل. يعني هون كأنه A constant و K constant، فبصير apparent zero order. ال K zero عندنا الآن، ال K zero ال apparent zero order rate constant يساوي K ضرب solubility اللي 0.33 جرام بير 100 ميل، وبتطلع 1.5 في 10 قوة ناقص 6 جرام بير 100 ميل كله ضرب السكند انفيرس. انتبهوا لليونتس، انتبهوا للحسابات، تعودوا على الآلة الحاسبة انكم تعملوا هاي الحسابات. الآن المطلوب الـ T90%، الـ T90% لهذا السسبنشن يساوي 0.1 حسب العلاقة اللي طلعناها هون، 0.1 ضرب A0 الـ initial concentration هون بنعتبره اللي هو تركيز السسبنشن الكلي 6.5 جرام بير 100 ml، كله تقسيم الـ K0 اللي هو طلع عندي هون 1.5 10 ناقص 6. ننتبه لليونتس، هون انا حطيت اليونتس جرام بير 100 ml، اليونتس هون الكي زيرو مش واضحه لكنها هي المفروض تنحط جرام بير 100 ml في سكند انفيرس، عشان نلغي الجرام بير 100 ml مع جرام بير 100 ml، فبضل عندي يونتس اوف تايم انفيرس، بتطلع بتروح على المقام من المقام للبسط، وبصفي عندي ال تي 90% يساوي 5 دايز، هذا الجواب النهائي 5 ايام. وأنا هو الجواب بيطلع عندي بالسكندز الثواني، بحولها لدقائق بإني أقسمها على 60، وبعدين الدقائق بحولها لساعات بإني أقسمها كمان مرة على 60، وبعدين الساعات بحولها لأيام إني بقسمها على 24، وهكذا هاي التحويلات بدكم تكونوا يعني عارفين كيف تعملوها. بدي إياكم ترجعوا تعيدوا حل هاي المسألة أنتم بإيديكم وبالأرقام اللي موجودة هون، وتعملوا التحويل، لانه الجواب راح يطلع عندك بالسكندز بالثواني. بدي اياك ترجع يعني انت تحول السكندز لمينتس، وبعدين من مينتس لاورز، ومن اورز لدايز، حتى يطلع عندك الجواب النهائي 5 دايز. بدك تجربها وتشوف بايدك تتعود على هاي الحسابات. في حد عنده سؤال او استفسار هون؟ تمام، ننتقل الآن للفيرست أوردر رياكشن. فيرست أوردر رياكشن عندي هنا أنا إكزامبل هيدروجين بيروكسيد 2H2O2، بصير له يعني ديكومبوزيشن وبيعطينا جزيئين مي مع أكسجين. عارفين شو هو الهيدروجين بيروكسيد؟ هو المية الأكسجين دكتور، مية الأكسجين هو بيستخدموه كمشقر أو مبيض للبشرة، يعني يستخدم كمان مع الصبغات، ببيض يعني، هو بيعمل اوكسيديشن وبالتالي ببيض يعني بيعمل وايتنينج. عاده تركيزه بتوقع المستعمل 3% او 6% من هالحدود. طبعا وبرضه يستخدم از ان انتيسيبتيك كمعقم. طيب الهيدروجين بيروكسيد مع الوقت بصير ديكومبوزيشن وبتحول لمي واكسجين. الآن ولو أنه هنا 2 مولكيولز يعني بالتفاعل الكيميائي الاستويكومتري 2، لكن هذا التفاعل is considered a first order، لأنه إحنا زي ما حكيت لكم نطلع على التفاعلات الكيميائية، نطلع عليها as a mathematical يعني من وجهة نظر رياضيات from mathematical relationship. فما بهمني أنا التفاعل الكيميائي كيف بيتم أو التفاعل الكيميائي شو بصير فيه بالضبط، أنا بهمني فقط الـ concentration with time how it changes exactly. طيب إذا أنا عندي الـ concentration بدأنا فيه، الآن نفهم اللي هو الـ first order reactions كيف بيتم. عندي الـ concentration A بيتحول لـ product P. الآن الـ concentration هذا كيف بيتحول A ل P ما بهمني، بهمني كيف التركيز بيتغير with time. بالنسبة لل zero order حكينا the concentration changes with time linearly، نبدأ بتركيز عالي ومع الوقت بقل هذا التركيز. الآن كيف بقل هذا التركيز؟ لو كان قل التركيز بشكل linear بحكي أنا إيش zero order reaction، لكن التركيز بقل بشكل non-linear. الآن هنا هذا يستدعي أن ندرسه بشكل أدق، هل هو first order أو second order؟ راح نشوف هلا كيف first order منعبر عنه.
تمام. إذا عندي أنا الرياكتنت A بيتفاعل بيعطيني البرودكت P. الآن الريت اوف ذا رياكشن، الريت اوف ذا رياكشن خلينا نشوف هنا الريت اوف ذا رياكشن يساوي ماينس دي اي باي دي تي ويساوي كي ضرب تركيز الرياكتنت ات اني جيفن تايم. الآن هاي معادلة تفاضلية بعيد ترتيبها، بصير عندي ماينس التغير في A على A يساوي K في dt، باخذ الانتجريشن من A0 initial concentration إلى concentration at any time، ومن ال 0 time إلى time t. الآن يعني إذا حدا ملم بالرياضيات بيعرف إنه المحل هاي المعادلة التفاضلية أو التكاملية بيعطيني هاي النتيجة اللي عندي هون. natural log للconcentration at any time، اللوغاريتم الطبيعي للتركيز ماينس اللوغاريتم الطبيعي للانيشال كونسنتريشن يساوي ماينس كي في تي. هذا حل المعادله. بنعيد ترتيب المعادله، بتصير الناتشورال لوج للكونسنتريشن ات اني تايم يساوي الناتشورال لوج للانيشال كونسنتريشن ماينس كي في تي. لان هاي المعادله اللي هي معادله الفيرست اوردر ديجريديشن. الان ممكن أنا أعيد كتابة هاي المعادلة بحيث أنها تصير بالصيغة التالية: لوغاريتم الأساس 10 للكونسنتريشن يساوي لوغاريتم الانيشال كونسنتريشن ماينس كي في تي على 2.303. من كيف حولنا هاي المعادلة لهاي الصيغة؟ استخدمنا هاي العلاقة: ناتشرال لوج لإكس يساوي 2.303 ضرب لوغاريتم الأساس 10 لإكس. فإذا هاي العلاقة هي نفس هاي العلاقة نفسهم لكن مكتوبين بصيغ مختلفة. فأنت بدك تتعلم على الآلة الحاسبة، إذا بدك تستخدم هاي العلاقة بدك تتعلم على natural log، أو إذا بدك تستخدم هاي العلاقة بدك تتعلم على لوغاريتم الأساس 10، ما تنسى هون 2.303. هلا هاي المعادلة كمان ممكن كتابتها بهاي الصيغة: concentration at any time يساوي initial concentration ضرب exponent factor قوة minus k في t. فإذا أي من هاي المعادلات الثلاث ممكن استعمالها لإيجاد حلول للـ first order degradation of drugs. الآن أي معادلة بدك تستخدم برجع إليك أنت، على أي صيغة ترتاح أكثر تقدر أنك تستخدم أي من هاي ثلاث معادلات كلهم زي بعض يعني. We can mathematically من ناحية رياضية we can prove إنه هذول الثلاثة زي بعض، بس يعني ما بدي أخوض بهذا الموضوع، لكن take it from me إنه هاي المعادلة نفس هاي المعادلة نفس هاي المعادلة. الآن لو إجينا على التركيز كيف بيتغير مع الوقت، راح نلاقي إنه التركيز بيتغير non-linearly يعني بشكل غير خطي، التركيز بيتناقص مع الوقت. الآن هذا التناقص بالفيرست أوردر بيكون exponential decline. exponential decline، exponential decline بتميز بأنه هو بالبداية بيكون سريع وبعدين بصير بطيء، زي ما شايفين بيكون سريع في البداية وبعدين بصير إيش تغير بطيء. يعني هنا الفرق ما بين التركيز بهاي النقطة وهاي النقطة على نفس الزمن بيكون كبير، بينما towards the end of the reaction بصير التغير بطيء بالنسبة للزمن وهكذا. إذن هذا exponential decline هيك خاصيته إنه التغير في البداية سريع وبعدين بصير بطيء، هذا exponential decline. الآن لو أخذنا logarithm concentration ورسمناه مع الزمن تصير العلاقة عندي هنا خطية، والسلوب يساوي ماينس كي على 2.303. إذا رسمنا العلاقة ما بين الالغوريثم الكونسنتريشن والتايم بتصير عندي العلاقة خطية، والسلوب يساوي ماينس كي على 2.303. اليونتس اوف كي عندنا واحد على تايم، ممكن واحد على سكند، واحد على اور، واحد على داي، واحد على يير، يعني المهم وحدة واحد على الزمن. فهاي اليونتس اوف كي. تمام. طيب إذا في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده سؤال أو استفسار؟
طيب انا يعني الشعبه الاولى خلصت معاهم لهون، فخليني اوقف هون، انا ما بدي اكمل يعني، خليكم ماشيين الشعبتين مع بعض. فاذا في اسئله عندكم ضايل حوالي 3 دقائق. دكتور، نعم تفضلي. مش عارف، هو أنا فهمت عليك دكتور، بس في شغلات مش عارف، أنا مش ماخذتها. يعني مثلا عندك اللي هي ابروف زيرو اوردر كاينيتيك، يعني مش عارف أخذت. يعني احنا امبارح أخذنا سيشن واحد صح؟ امبارح اخذنا اول بارت من الكانتكس، نعم سيشن اه واحد، بس نعم اه يعني دكتور، يعني احنا وقفنا شرح انه كيف الاكسباير وهيك شغلات، بس النقطة الثانية بتاعت ابروف زيرو اوردر كاينيتيك، يعني بناء على ايش احنا بناخذها؟ هي apparent، قصدك apparent zero ابيرنت، order، ايوه apparent zero order، apparent يعني pseudo zero order، وكأنه apparent يعني كأنه، يعني كأنه zero order kinetics، وليس حقيقة هو first order، لكن في ظروف معينة بيتصرف وكأنه zero order kinetics، apparent zero order طب kinetics. دكتور، يعني ايه، كيف، على اي اساس احنا بنحدد هاي المادة زيرو او ابيرنت او فيرست؟ صحيح، سؤال كويس، سؤال حلو. الآن إحنا بنحكي الآن راح نشوف كمان شوي إنه الزيرو أوردر كيف بنحدده، أو الفيرست أوردر كيف بنحدده، والسكند أوردر كيف بنحدده. يعني مبدئياً أنا بعمل رسمة ببين فيها كيف التركيز بيتغير مع الوقت. إذا كان التركيز بيتغير مع الوقت بشكل خطي بعتبره زيرو أوردر، إذا كان التركيز بيتغير مع الوقت بشكل غير خطي لا ممكن يكون فيرست أو سكند. طيب الآن سؤالك أنت، كيف بعرف إنه هو apparent أو مش apparent؟ مش هيك السؤال؟ اه مزبوط، تمام. الآن هو على الأغلب يعني إحنا في ظروف محددة، في ظروف محددة إحنا عارفينها بنحول الفيرست أوردر لزيرو أوردر. يعني أنا بعرف الأسبرين لو أحطه أنا بالمي تحت السوليبيليتي ليميتس، اذا عملت سوليوشن من الاسبرين هذا راح يتبع فيرست اوردر، يعني التركيز مع الوقت راح يكون نون لينير تغيره، وراح يتبع اللي هو الاكسبوننشال ديكلاين اللي حكينا عنه قبل شوي. لكن انا بظروف خاصه اذا حطيت الاسبرين ان سسبنشن، يعني عملته على شكل سسبنشن، انا بعرف، يعني انا بكون عارف اني راح احول الفيرست اوردر لزيرو اوردر. ليه؟ لاني عملته على شكل سسبنشن. عرفت علي طيب كيف؟ يعني احنا اه بالاساس احنا ما هلا وضحت لي بنحدد، شوية الصورة هيك. اه احنا بنحدد زيرو فيرست او سكند. الان بعد ما نحددهم في ظروف خاصه انا بقدر احول الفيرست او السكند، احولهم من سكند لفيرست او من فيرست لزيرو الى اخره، في ظروف خاصه انا بكون يعني واي عليها، زي من هاي الظروف اني انا اعمل سسبنشن مثلا. اوكي على كل دكتور، حال، والله على بخصوص كل حال المنصة دكتور، على كل حال بس بذكركم بالكويز اليوم مرة ثانية من 9 ل 9 ونص، ومدته 5 دقائق، والمادة اللي هي parentals، والمنصات إن شاء الله فاتحة للكل، اللي عنده مشكلة بالمنصة يعالجها على السريع. منصة الاختبارات رح تكون الكويز. نعم دكتور وده ما حلت المشكلة. لا بدك تحلها، يعني حاول تحلها معك للساعة 9 المساء، احكي مع الدعم. كلمت الدعم الفني، بيحكوا لي المنصة مش شغالة. المنصات شغالة، أنا هلأ كنت عليها منصة